أنقذوا حبه للفن من الموت، وفي الآخر توفى على مائدة الإفطار. التفاصيل الأخيرة في حياة الفنان القدير حسين الشربيني. أهلا بيكم في حلقة جديدة مع مجلة الحياة. اتولد الفنان حسين الشربيني معوض محمود في القاهرة يوم 16 نوفمبر سنة 1935، وتنتمي عائلته لشربين الدقهلية. بدأت علاقة حسين بالفن وهو عنده 7 سنين، لما لفت نظر مدرس اللغة العربية لموهبته في التمثيل وأدائه المتميز في قراءة المحفوظات. وبعدها دخل كلية الأداب قسم علم نفس واجتماع، وفي الكلية اشترك في فريق التمثيل وقدر يلفت الانتباه بموهبته، لدرجة إن دكتور رشاد رشدي المشرف على الفرقة الفنية نصحه يدخل معهد الفنون المسرحية علشان ينمي موهبته ويعرف يشتغل في الفن بسهولة. وفعلا سمع الشربيني كلامه واتخرج من معهد الفنون المسرحية، وبعد تخرجه اتعين في هيئة السكة الحديد في أسيوط. وبعد 11 يوم من التعيين ما عجبهوش الشغل وقرر يسيبه، وقدم استقالته ومشى. وأول لما رجع القاهرة قرأ في الجرايد إن الفندق اللي كان قاعد فيه في أسيوط وقع على النزلاء، ومن وقتها وحس الشربيني إن ربنا معاه وبيحبه، وإن قرار تركه للوظيفة جه في الوقت المناسب. وبعدها اشتغل صحفي في جريدة الجمهورية، لكن كمان بعد أيام ساب الشغل واشتغل مدرس في واحدة من المدارس الخاصة وكمان سابها، وكل ده لأنه ما كانش لاقي نفسه في أي شغلانة غير الفن. لحد لما جات له الفرصة وقرأ إعلان بيطلب وجوه شابة للمشاركة في مسرح التلفزيون، وعلى طول جرى وتقدم للاختبارات ونجح فيها، وقدم مجموعة مسرحيات منها شقة للإيجار ومن أجل ولدي، وترشح للمشاركة في أول عمل سينمائي من خلال فيلم المارد. ومن وقتها وبدأ الشربيني مشواره الفني، وقدم أفلام ومسلسلات كتير وكلها متميزة. وبدأت أزمة مرض الشربيني سنة 2002 لما كان بيتوضى في مسجد ربع العدوية واختل توازنه ووقع على الأرض، وحصل له كسر في مفصل رجله الشمال، واللي أثر على تعبه أكتر إن كان عنده السكر، وعمل مجموعة عمليات، لكن بالصدفة اكتشفوا إنه عنده جلطة في مراكز الاتزان في المخ، وده أثر عليه في المشي والحركة، فغصب عنه اضطر يقعد في البيت مع أسرته بسبب الكسر، وفضل يتعالج لسنين وحس إنها إشارة من ربنا، واتفرغ للصلاة وللقرآن. وفي تاني جمعة من شهر رمضان سنة 2007 قعد الشربيني على السفرة يفطر مع مراته وبناته نهى وسهى، ويدوب أكل تمر وشرب مية على 3 مرات، وبعدها سند راسه على الكرسي فحاولت مراته وبناته يساعدوه يقعد كويس، لكن رفض وقال كلام ما عرفوش يسمعوه، وبعد ثواني وقعت رقبته لورا وتوفى. وتاني يوم وفاته الساعة 4 بعد صلاة العصر دخل جثمان حسين الشربيني داخل النعش علشان يصلوا عليه صلاة الجنازة، وقال الإمام للناس: أخوكم اللي داخل دلوقتي متشال جوه النعش، امبارح العصر كان هنا بيصلي ويقرأ القرآن وبيعيط وجسمه بيترعش، وفضل على الحال ده لحد المغرب. النهاردة رجع لنفس المكان، لكن مش هيقرأ قرآن ولا يعيط، لكن جه علشان احنا نقرأ عليه القرآن ونصلي صلاة الجنازة عليه ونودعه لمثواه الأخير. وختم كلامه وقال: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وفي الذكرى العشرة لوفاته نشرت بنته نهى على فيسبوك ذكرى من والدها بخط ايده، وتفاعل مع الصورة جمهوره ومحبيه. فكتب الشربيني لبنته: ابنتي العزيزة نهى، تمنياتي لك بالسعادة والنجاح، وان تكوني الاولى في المدرسة دائما وفي البيت والعمل لما تكبري ان شاء الله، واشوفك عروسة جميلة ومثقفة، واهم حاجة في الدنيا كلها الاخلاق، هي اغلى من العلم واجمل من الجمال، وربنا يوفقك في دراستك وفي حياتك. رحم الله الفنان القدير حسين الشربيني وأسكن الله جنات النعيم. اكتبونا في التعليقات أكتر عمل حبيتوه للشربيني، وإلى اللقاء في حلقة تانية مع مجلة الحياة.